العجز باش يكون 3.9% الكهرباء في 2016 3.9% كهرباء معناتها رانا قراب برشا للكريتير اللي يتعاملوا بهم على المستوى الدولي اللي هو 3%. هذه تسمى حاجة باهية على خاطر في الخمس سنوات الأخيرة ثم برشا مصروف خاصة في الشهر وكي تخلط العجز معناتها بتاع 3.9% وما طيحش من الاستثمار شنو معناها؟ معناتها أنت كحكومة عملت مجهود باش تضغط على المصاريف اللي ما تستحقهاش باش تعمل مجهود باش تسير خير وباش تستحفظ على ميزانية الدولة وعلى موارد الدولة. العجز في 2013 كان 6.8 في 2014 4.9 في 2015 كي دخلت الحكومة هذه بدات تضغط هبطنا ل4.4 وباش نزيدوا نضغطوا باش نربحوا 0.5 معناتها باش ناخذوا ل3.9 معناتها الرقم البسيكولوجي الشيف البسيكولوجيك بتاع 3 راك عندنا معاه حاجه حويجه لاصقه لكن هو موجود. الاستثمار كما قلت لكم ماهوش باش يطيح خاطر برشا ناس يقول لك باش تضغط على المليونيه باش طايح في الاستثمار وتوا باش نحكي لكم على الاستثمار خاطر هذا بيت القصيد وهذا باش يجيب لنا النمو وهذا باش يخلق لنا مواطن شغل. الاستثمار في قانون المالية ل 2016 باش يكون 5400 مليون دينار. كيفاش نقراوه الرقم هذا؟ نقراوه على زوز مراحل. المرحلة الأولى شنو هما الاستثمارات اللي عندنا اللي قاعدين نخدموا فيهم باش نكملوهم. هذوما يمثلوا 47%. 47% معناتها 2480 مليون دينار تقريبا. الحاجة الجديدة هما الاستثمارات الجدد 53% معناتها أكثر من شطر الاستثمارات باش يكونوا حوايج جدد معناتها جابتهم الحكومة هذه 53% معناتها 2800 مليون دينار. المشاريع الجدد كما قلت لكم 2800 مليون دينار. بما أنه هو مشروع جديد شنو معناه؟ معناتها ل 2800 مليون دينار باش تصرفهم في 2016 لكن في الحقيقه تعرفوا انتم اون موين المشروع يقعد 3 سنين واذا كان باش نبسط نقولوا كل عام نعمل ثلث معناتها المشاريع الجديده الكل اللي باش تعملهم الحكومه هما في الحقيقه 2800 في 3 معناتها ثم مشاريع جدد ب 8400 مليار جابتهم الحكومه هذه باش تبدا تنفذهم في 2016 وجبت لهم التمويلات نتاعهم خاطر حتى مشروع ما يبدا يخدم كان ما عندوش تمويل وباش ننطلقوا في المشاريع الجدد في 2016. ثم زاد سمعت برشا كلام البارح قلت البارح باش يزيدوا نقطتين في التي في هذا غلط وحتى خرجت في الفيسبوك قلت ديمونتي والناس مازالت لا مش صحيح وحب غلطنا ما ثماش نقطتين زايدين في التي في تبدا الامور واضحه معناتها 6% باش تقعد 6% لا باش تولي لا 7 ولا 8 و 12% باش تقعد 12 و 18 باش تقعد 18. لكن ثم ناس كانوا عندهم امتيازات باش نبداو نقصوا من الامتيازات. شنو هي الفكره نتاعي؟ قبل ما نزيدوا للمواطن ونقولوا زيد هذا اعطيني خلينا نمشي جاه ساعه احنا كوزاره الماليه وحكومه نجيبوا الفلوس اللي هي غير معنيه. هذه هي الخدمه اللي باش نخدموها وباش نجمو نجيبو الفلوس اللي هي هابوا علينا خدينا عدة قرارات. شنو هما القرارات هذو؟ مثلا باش نعملو لي كيس انريجستروز لي كيس انريجستروز في القهاوي في الوتلة في الريستورونات فيها كارت ميموار واذا كان حتى ممكن فيها ليزون انفورماتيزي ديريكت في السيرفور نتاع وزارة المالية باش نعرفو حقيقة رقم المعاملات. ثم زاد مقاومة التهريب مقاومة التهريب سمعتوا بها باش نوليو الأداءات على المعاليم الديوانية 0% 20% هذه توا ولات حقيقة ما عادش كلام وموجودة في قانون المالية اللي نذكركم ما هو إلا مشروع ما تنساوش
قانون الماليه هذا ما هو الا مشروع، وحسب الدستور الجديد نتاعنا هذا مشى البارح مجلس نواب الشعب وسيقع مناقشته، وبرشا حوايج تنجم تتعدل، برشا حوايج تنجم تتغير، برشا حوايج تنجم تتنحى، ولذا نأكد ونزيد نأكد هذا ما هو الا مشروع. احنا راهو باش نجمو نخدمو باش نعملو النمو، لازم الشركة المتوسطة والصغرى اللي هي قلب النهضة الاقتصاد تنجم تخدم، ما فماش شكون يعطل، ما فماش شكون يجي يمشي يجي يجيب لي الورقة هذه يجيب لي الورقة هذه ويزيدني هكا ويزيدني هكا. إذا هالنظام نتاع لوبيراتور ايكونوميك اجري المتعامل الاقتصادي المعتمد باش نعملوه في 2016، معناتها الشركات اللي هما ينتفعوا بهالنظام نتاع لوبيراتور ايكونوميك اجري باش يوليو يعملوا لوتو كونترول على رواحهم في الديوان، وباش نسهلوا لهم الى اقصى تقدير هالمشاكل نتاع الكونتينر نتاع الديفويلمون نتاع الوراق نتاع الخلاص الى اخره، وباش نعملوا الفاتوره الالكترونيه والفوضى الالكتروني والخلاص الالكتروني.